عليكم، مرحبا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم راح نبدي سلسلة مال الكيسات ان شاء الله، بما انه اغلب الاسئلة الباطنية الاسئلة خصوصا كيسات، فراح نحكي عن كل سيستم شنو المحاضرات المهمة الكيسات بيها المهمة. الكيس شلون راح تجيك بشكل عام، يعني قاعد نحكي كيس عبارة عن ساين زائد سيمتوم وياها ممكن investigation finding، كل هن ينجمع عن سوا على شكل كيس. أول محاضرة عندنا على إيسوفيغاس، ها والمطلب بشكل عام حتى نحكي بشكل عام شنو هسا الكيس. قلت لك ساين وسيمتوم investigation finding ممكن يعطيك إياها، كل هن يجيبين على شكل كيس. شو يريد منك؟ يريد منك ال diagnosis، المانجمنت اللي هو involve يعني investigation إذا منطقي هاي يريد، و treatment وممكن complication، تمام، او شيء specific بهذا الديزيز. فعندنا اول محاضرة، اول سيستم جي اي تي، اول محاضرة بيه راح ناخذ الاسوفيغاس. الاسوفيغاس بيه شغلتين مهمات اللي هي الجيرد والاكليجيا. الجيرد شنو الكيس راح تجيك؟ غالب الاحيان يجي ميل، بس ممكن فيميل، لا تدوخ نفسك بيهن، بس الشي يجي بيه، يجي بيه هيرت بيرن. اهم شيء اول سيمتوم راح تشوفه ريليتد للجي اي تي هو هيرت بيرن، وممكن ريجرجيتيشن، لان الاثنين تمام. البقيه مثلا هذا بروفوكن باي بيندينج، اكثر شيء يجي من يتمدد البيشنت او بالليل، تمام. هاي سيمتوم الثانيه، اول سيمتوم اللي اهم سيمتوم يسموه كي سيمتوم هاي ييلد، انه يجي هيرت بيرن. شنو يجي وياه؟ اوكي اودينوفيجيا ديسفيجيا، مو مهمات حيل، ممكن اصلا تلخبطك بغير ديزيز، مو حيل مهمات اذا جني واذا ما جني. يجي وياه ريكيرنت تشيست انفكشن او كرونيك كف، يعني ممكن اصلا يبدي لك الكيس يقول لك واحد عنده فيفر وكاف وهاي، ممكن يبدي لك الكيس بانفكشن بس وراها يقول لك شنو، يقول لك عنده انه هيرت بيرن ريجرجيتيشن او هيك شيء، تمام. هسه نجي شلون ندخل على الكيس مال جيرد. اول شيء انت تعرف لازم وش سيستم يحكي عليه، يحكي على جي اي تي من حكي اذا نسمته. ثاني شغله من نشوف اول شيء يحكي على هيرت بيرن ريجرجيتيشن ومن ينام او بالليل تيجي، فاوكي هاي يحكي على جيرد، تمام. والجيرد سوى انفكشن او اسبيريشن نيومونيا اللي هي فيفر كاف سبيوتام، تمام. المطلب قلت لكم عليه بشكل عام الكل الكيسات دايجنوزز انفستيجيشن تريتمنت كومبليكيشن. زين نروح على الاكليجيا ونشوف. اوكي clinical feature of achalasia شلون راح يجي؟ راح يجي middle age، غالب الأحيان تجي female، تمام. راح يجي slowly developing of dysphagia أو difficulty in swallowing، تمام. عدها female صعوبة ببلع الطعام، عادة يبدي نحكيها بالعربي إنه بالأكل الصلب يعني، وبعدين عاد بالسوائل، تمام. انه فيميل ميدل ايج ديسفيجيا ديفلوبمنت سوالوينج ديفيكولتي بسوالوينج، يعني سوالوينج العفو، على مدى بروجريسيف، على مدى ايام اشهر هيك شيء، تمام. تبدي بالمواد السوليد، بعدين عاده تقدر السوائل، وممكن حتى السوائل تصير بيها مشاكل، تمام. وتقل باي ستاندينج يعني موفمنت اراوند افتر ايتينج، تقل هاي. هيرت بيرن ما عنده حتى تميز عن الجيرد، هيرت بيرن ما عنده، تمام. وممكن يصير ايضا انفكشن او نكتشونر بولمون اسبيريشن ديفلوبمنت، وتسبب هاي كاف سبيوتم نتيجة الاكل، راح يرجع يدخل ليه تريكي، يروح على الريسبيرتوري سيستم ويسوي لنا مشاكل، تمام.
هسه نرجع بشكل مختصر، راح يجيك عادة ميدل ايج فيميل، تمام؟ هي يعني مو حيل مهمة. المهم اول سيمتوم راح تشوفه related to GIT هو dysphagia development slowly، او مو يقول لك dysphagia، هو يقول لك difficulty in swallowing of شو اسمه solid food، تمام؟ over يعني كذا مدة، من مدة طويلة صاير progressive هي وتزداد سوء، تزداد سوءا، تمام؟ ما راح تشوف بالكيس هيرت بيرن حتى تميز عن الجيرد، تمام؟ وراح يجيك انفكشن وياها، ممكن اصلا يبدي الكيس ريسبيرتي انفكشن بعدين يقول لك اوكي هاي البيشن ترى عندها difficulty in swallowing و هالسوالف هاي. زين، او ممكن يعطيك فايندينج، ممكن يقول لك هاي الصورة هنا، أنا ما يعطيك الصورة طبعا، بس يقول لك سوينا باريوم سوالو وشفنا انه تابر ناروينج اوف لور ايسوفيجيال، اوكي ممكن يعطيك اياها او يطلبها. صايرة مثل مثل ذيل الفارة هيجي. وطبعا هي هاي حتى نميزها مثلا عن السي اي، سي اي رير اللي يجي، ما يجي سي اي اوف ايسوفيجاس، بس اذا اجى يعني رير اللي هو يسوي مثلا هاي ما سي اي ويت لوز، هي بينلس شو اسمه difficulty in swelling. هسه شوفكم اياها السي اي ما يجي لديرو لابد، بس هو يعني اهم شي هاي clinical feature painless dysphagia، تمام؟ ويجي ويت لوز progressive، بس حتى تميزها مثلا عن الاكاليجيا هي همين progressive، هذا weight loss hoarseness و swallow و other يعني system involvement adenopathy lymphadenopathy والسوالف، بس هاي ما تجي لتدخل نفسكم بيها. نجي على الكيس، كيس مقدم انه هاي ممكن تجي يعني كيس تجي بالامتحان شبيهة لها، اوكي 56 سنة female، اوكي حلو 4 days day off breathlessness cough high fever، اوكي هاي لحد الان يحكي على female respiratory، نكمل long history of indigestion، اوكي حلو بدينا ندخل GIT intermittent dysphagia، حلو بدأنا الكيس بدس فيجي، اوكي يعني صار عندي من انه بدا دسفيجي خصوصا تو سوليد ان ليكويد، اوكي هاي اكل شيء. خلينا نكمل او اون سيفيرال اوكيجن ان دايجستد فود ويل بي ريجورجيتيتد باك شورتلي افتر شي هاد ايتن، اوكي يصير ويها ريجورجيتيشن، الاكل يجي يصير ويها ريجيتيشن، طبعا هي والجيرت اثنيناتهم، بس اللي يميز الهيرت بيرن والديوريشن طبعا. اذا هاي لحد الان ماكو هيرت بيرن، زين شي ولد اوفن ويك ات نايت، حلو بالليل اشهر شي بالليل اكل يجي، وكذلك يصير بالجير، زين وذ ابيسود اوف كافينج سبلوترينج there was no history of weight loss، حتى يميز لك اياها عن ال CA، لانه ال CA مثلا نفس هذا السيمتوم يقول لك اكو weight loss و lymphadenopathy يفكر CA. فبشكل عام هاي الكيس female و intermittent dysphagia، اصلا قال لك dysphagia ما قال لك difficulty with swallowing، زين هاي و عندنا respiratory سيمتوم خصوصا بالليل، اوكي هاي انتهينا منها وماكو هيرت بيرن اكليشيا، يعني الاسئلة causes and diagnosis investigation و type of complication مالتها. زين هاي بالنسبة للمحاضرة اسوفيجس، عندنا المحاضرة الثانية هي acute pancreatitis، شلون تجي اذا جتي كيس؟ زين راح يجيك ذن السيمتوم مالتها، اول شيء راح يكون pain، ممكن يقول لك constant، بس هو عادة يقول abdominal pain او upper abdominal pain radiated to the back، هاي يقولها
بالضبط هاي ما يقولها، وعنده نوزيا وفوميتينج تمام. يقول لك عنده ايبيجاستيك تندرنس بس ابسنت اوف، والله ممكن يقول ممكن ما يقول، بس شو يقول وياها براتك يعني ما يقولها. هايبوكسيا ممكن او ممكن ما يقول، هذا انه هيك حشو، هذا ان السيمتوم ممكن يقول لك اكو فلانك ديسكلاريشن، ممكن ممكن يقول لك، بس شو يعطيك؟ لازم ينطيك طبعا، اذا اعطاك رقم 6 انت تعرف المفروض تكفي للدايكنوزس، بس اذا ما اعطاك ينطيك وياها انفستيجيشن فايندينج، اللي هي وين الانفستيجيشن، اميليز ولايبيز اليفيتد، او ينطيك قيم مال اميليز ولايبيز، فاحفظوا الاليفيتد مالتها تمام، وين الانفستيجيشن مالتها هسه نشوفها. الكوزز ممكن يعطيك، ممكن ينطيك هذا البيشنت بوست اي ار سي بي تمام، او البيشنت الكهوليك، او البيشنت كان عنده هيستوري اوف جول ستون. اوكي ممكن يعني يقول لك زين كومبليكيشن، لا هذا مطلق، ممكن ايه دايجنوزس ينطيك فايندينج بالسيرام اميليز او لايبيز تمام. اذا ابدومينال بين راديتنج تو ذا باك، نوزيا فوميتنج، وياها ممكن يعطيك فلانك ديسكلاريشن او بري امبلايكال ديسكلاريشن تمام، وحشو مال هايبوكسي، هايبوكسي ما يقول لك لا، او برات اللي اصلا ما يقول لك، يقول لك بس اهم شيء انه زينه اميليز ولايبيز ولقيناها هلقد، او يطلبها منك يريد الاميليز واللايبيز وينطيك مثلا فلانك ديسكلاريشن. اوكي لازم ينطيك شيء سبيسيفيك للبنكرياتايتس، او يقول لك هو هذا عنده جول ستون شان هستي او مسوي ار سي بي، لازم يعطيك شيء سبيسيفيك، ما يقول لك ابدومينال بين والله وياك، لا ما تفيد هيجي. كذلك ممكن بالبنكرياتايتس يجيك من ذنة، يعني يقول لك elevated white بي سي، البومين هايبو البومين يعني قليل، او الكالسيوم، او كذلك جلوكوز، يوري elevated، الانين امونيا ترانسفيريز، لان طبعا المطلوبات حيل مهمات، يجي مطلب او ممكن يجي فايندينج ويا الكيس، يعني يعطيك اياها كحشو حتى يخربط عليك بس مهمات ظنة، يعني ممكن يجي ويا الكيس. كمل بالبنكرياس مثال على، قاعد احاول اطلع امثلة حتى تكونون يعني مو بس حكي. يقول 12 hours after endoscopy RCB تمام، stent مدري شنو، patient develop severe central abdominal pain، وهذا النتيس باليوروبين مرتفع، ALTS طبيعي، هذا نوعا ما مدري مرتفع، الامين الصور مو حيل مرتفعات، بس باش منطق اميليز 1400، هيموغلوبين الوايت بي سي ايضا منطق اياها. يقول لك what complication has she development، اوكي خلينا نوخر ذنا نوضحها، اوكي هي اي ار سي بي، اوكي وياها عدنا الاميليز هلقد، طبعا لازم حافظ النورمال مالتهن حتى تعرف نورمال او اب نورمال، الوايت بي سي شوية مرتفع تمام، اذا بنكرياتايتس، وبس قال لك سنترال ابدومينال بين، سيفير سنترال ابدومينال بين تمام. هاي مثال على الكيس البنكرياتايتس، طبعا هذا الكتاب دافيدسون ام سي كيو 2018، راح اخلي لكم اياه عودين بالقناة. طبعا هذا كيس عن الجيرد، طبعا هو الكيس شوية طويل بس ما يجي هيجي، بس يعني ممكن شبهه. 75 سنة old woman has been referred with daily chronic non-productive cough that has been present for at least 10 سنوات. حلو،
She has no nocturnal, no nasal symptom. Her only other symptom is back pain. هذا حشو. Her past medical history include هذا من حشتو. هذا كل duodenal ulcer, TB meningitis, a child. She is no smoke, not smoker. Okay, هيش كل حشو ما يجيبه أصلا. Her medication include امبرازول تاخذ مرة باليوم. عندنا هذا تاخذه من درونيك اسيد مرة باسبوع. كالسيوم فيتامين دي هذا هيج. And كود ليفر همين هيج كبسول. chest x-ray refer a large hiatus hernia. hiatus hernia دائما associated with شنو with جيرد موجودة حتى بالسلايد اسمه بالسلايد ما شرح مع جيرد موجودة أيضا هي تسحرني فإذا تختار جيرد هنا أنا سو ما يجي باختيارات بس الكيس بريزنتيشن خلينا نعيده خلينا نعيده أن أهم شيء الكلو هنا أنا اللي عرفت إنه جيرد أول شيء عندك أوكي ومن هو ما أدري شنو هنا عندنا كرونيك هنا مسح أوكي أول شيء عندك أرسبارتاي سيمتوم كاف مدة طويلة ما عاد هنا يعني بالليل يعني أوكي حتى differential diagnosis from asthma مثلا أو هيك شيء أو الأكاليجيا بس هو باع هنا بدالك انه اسبارته سمتوم تمام وتاخذ امبرازول مثل شنو ما قال عند هيرت بيرن يعني ممكن هو المفروض يقول عند هيرت بيرن بس هو اصلا اوريدي قاعد تاخذ امبرازول تمام وياها القضية الثانية انه ما عندها قلنا نايت سمتوم حتى يميز عن الاسماء وكذلك هي ما عندها شو اسمه ديسفيجي اوكي الباس ميديك هذا كله هي تشي 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 هذا اكس تمام وهذا ايضا اكس شو ما يجي بس انا قاعد اضرب مثال يعني والتشيست اكس اي شنو اللي كلول هنا انا الهيئة تصيرني اللي عرفت ان هذا الكيس انه جيرد تمام طبعا هذا الكتاب حلو قلبه بيه أقل هاي الكيسات يعني تعرفون شو عندك نزوها عندنا الهيباتايتس بعدها ظن اللاب فايندينج بالهيباتايتس مهمة حفظوها ممكن تيجي بالكيس يعني الكوزز يعني ممكن بس يعطيك أسيتاماينوفين يعني ماخذ باراسيتامول هواية صار عنده هيباتايتس بس رير اللي تيجي الأوتوميوم ممكن كذلك تيجي هسه شلون نعرف كل وحدة وطبعا الفيرال هي الأكثر شيء تجي الكلينيكال فيتشر مالتها أهم شيء وينها هنا أول شيء راح يقول لك البيشن نون سبيسيفيك سيمتوم يعني راح يقول لك فتيك مليجيا هذا الحشو كله أرثرايتس أرتكير يعني هذا كله سلايد حشو راح يجيك alternation بالسميل يعني non specific symptom ما تقدر تطلع منها شيء يفيدك اهم شغله هو yellow discoloration اكتري فيس هيقول لك انه صار عنده yellow discoloration of the skin of the شو اسمه eye تمام عندنا dark وكذلك dark color urine وممكن splenomegaly pale stool يعني هن ذن اهم يعني اهم سلايد هذا بالدايجنوزس تمام اللاب ايضا ينطيك اياه مهم وبعدها صار لا الريكفري ما ينطي اهم سلايد هو هذا الثاني اكتريك فيس عادة جوندس يعني يقول لك بيه حتى تعرف ويعطيك فايندينج الليفر انزيم اليفيتد تمام طبعا الكرونيك هيباتايتس ايضا نفس الاكيوت هيباتايتس بس لونج ديوريشن
والأهم شيء بيها إنه elevated liver enzyme تمام و liver dysfunction. عندنا الأوتو أميون هيباتيتس مهمة، عادة يقول لك هذا البيشنت ممكن يجي ويا الكيس بالكيس هيستوري عنده أوتو أميون أذر أوتو أميون مثل ثايرويدايتس روماتيد أثرايتس هالسوالف يعني، وعادة تكون فيميل تمام. والسيمتوم مالتها تكون related to the liver يعني جوندس أهم سيمتوم بيها يعني تمام، وهيباتومي سبلينوميجالي تمام. وينطيك وياها أهم شيء يعطيك أنتي بادي بالانفستيجيشن، يقول لك لقينا إنه أنتي نيوكليار أو أنتي سموث مسل أو أنتي ميتوكوندريا عفوا أي أنتي مايكروسومال أنتي بادي بوزيتيف. فأنت من تشوف سيمتوم ريليتد تو ليفر ديزيز اللي هو أساسها جوندس أو ديسكاليشن زائد بوزيتيف أنتي بادي، أوكي هاي أوتو أميون هيباتيتس. وأتصور موجودة كيس بالمحاضرة نفسها، شوف الكيس شنو. طبعا وطرق الانتشار الانتقال عفوا مال الفيروس مهمة، كل فيروس يعني بريفيوس هيستوري شلون اكو جدول وينها هذا الترانسميشن مال كل فيروس، خصوصا مثلا هذا مال بلاد ترانسفيوجن او تاتو تمام. خلي نروح على الكيس زين خلي نشوف. اوكي اذا فلونج ار سيريال ليفر فانكشن تيست اوف 50 سنة او تيتشر واز بارشال جاس ريكتوم، اوكي سوى عملية فور بيرفيتد بيبتيك السرتين قبل 10 سنوات، هي واز اسيمتوماتيك وش ما بي طبعا، هي واز currently taking Omeprazole okay capsule apparent from very slight jaundice okay apart and the jaundice okay شوف الجوندس اوكي عندنا مشكلة بالليفر. شنو المشكلة بالليفر؟ هي لو هيباتيتس لو سيروسس. The physical examination was normal كل شي ما بي، وذن الفايندينج بال شو اسمه الليفر انزيم هاي متنزل. المهم خلينا نشوف بالبداية هو همين موجود هاي الكيس همين صاعدة هاي. اوكي هاي الليفر انزايم قاعد تلاحظون ويا السنين قاعد ترتفع شوية شوية يعني مو حيل، وبالليروبين كذلك تمام. شنو الكلوب هاي الكيس يعني اول شي هو سلايت جوندس سلايتلي جوندس اوكي عرفنا هذا جي اي تي ليفر ديزيز. شنو اللي يوصلنا الدايجنوزس؟ هذا صاير بي جاسترو اكتومي، ممكن منطي بلد ترانسفيوجن وعن طريق البلد صاير بيه هيباتيتس، هو الهيباتيتس سي لوبي يعني نسيت بالجدول الموضحين يا هو اكثر شي يجي بيه بلد تمام. فهذا كيس اون كرونيك هيباتيتس تمام، هذا مثال. عندنا هذا مثال على الهيباتيتس، يقول ان اذروايز هيلثي 35 سنة اولد نيرس ان تايم بارت تايم تاتو. وصلت هسه اغلبها عرف شنو هاي مسوية تاتو. Artist is fair with persistence fluctuation transmittent ALT okay that has been present for several years. What viral infection would you consider most likely? صور السي هو هذا موجود بالجدول transmission C. فهذا مثال على شو اسمه على الهيباتيتس سي ايضا كرونيك. عندنا راح نبدي بالليفر سيروزس، بس اول شي خلي نحل الكيس
اللي هي لها علاقة بالمحاضرة قبلها عن الهيباتايتس. 50 years old female, يقول come to your clinic أو 7 months history of Malaysia, وعن specific symptom. أوكي أمشي وياها جوندس, تمام أمشي وياها جوندس محبوب الكل, تمام وعن specific symptom بليروبين. أوكي التي أوكي مبين عندها اسمه هيباتايتس, كيوت هيباتايتس. بس خلينا نشوف الصورة, هاي صار كرونيك 7 شهور. المهم what is your differential diagnosis, اوكي انه عندها هيباتايتس وصفط الكوز. she has past medical history of thyroid, حلو دي اوكي لين انا يكفي الصور. اوكي نطي وياها بعد انها عندها autoimmune disease وعندها جوندس, اذا autoimmune هيباتايتس بس همين منطيك investigation elevated IgG antinuclear anti smooth muscle, حلو I confirm ما يحتاج بعد. شو اسمه عندنا diagnosis autoimmune hepatitis. خلينا نرجع شلون نقول لكم شلون عرفناها. اول شيء عندها non specific symptom, تمام ده مو حيل مهمات. ثاني شيء عندها جوندس, بانه عندها جوندس والفيت الليفر انزام, اكو مشكله بالليفر. زين وياها نكملنا الكلام, راح يقول عندها autoimmune disease اللي هي thyroiditis, وياها ايضا منطي investigation مال autoimmune. اذا انتهت, هاي صار autoimmune hepatitis, كل ده موجودة بصفات autoimmune hepatitis. الليفر سيروسيس هو حصيلة او نتيجة للليفر ديزيز, اي ديزيز خصوصا شو اسمه الهيباتايتس سي والبي. زين السيمتوم مالته هي أهمين جونديس, هذا نحفظ حيل مهمات, جونديس سايتس هيباتوميجالي, هذا هنا مال اندوكراين, هذا السلايدين راح يجن اذا اجى هذا السلايد الثاني. حلو عادة اذا يريد يجيب ثاني يجيب variceal bleeding, واحد عنده liver disease تمام و development of upper GIT bleeding تمام, فشنو suspected variceal, هسه نجي عليها واحدة واحدة. او يجي ممكن encephalopathy, hepatic encephalopathy ممكن يجي تمام. هذن الكيسين اكثر شيء يجي ممكن ليفر سيروسز وحده, او ممكن يجي ليفر سيروسز مسوي فاريسيال ليدنج, او يجي هيباتيك انسيفالوباثي ممكن. السيمتوم مالته ذنه محفوظ حفظ مطلوبات حيل السلايدين, من راح تقراها عندنا السيمتوم خصوصا جوندس طبعا واسايتس والباقي همين تحفظها, من راح تحفظها من تجي كيس بها هاي الصفات راح قبل اوريدي تعرفها. خلي نشوف بعد شغله ثانيه, ها ممكن يجيك بورتال هايبرتنشن يعني ايضا كذلك هاي الصف موجوده بالسلايد ذاك, وكذلك هاي صفات البورتال هايبرتنشن من ضمنها الفاريسيال الاسوفيجال فاريسيس, بس مو حيل يعني مو حيل يعني يقول لك ما يريد هو الدايجنوز بورتال هايبرتنشن, يريد سيروسيس او فاريسيال هيموراج او يريد هيباتيك انسيفالوباثي. شلون تجي كل وحدة السيروسز بشكل عام تجي الفيشر مالتها السلايدي, خلينا والله واحدة واحدة. البورتال هايبرتنشن مو حيل مهم, بس يجي قد الفيشر مالته الموجودات بالصورة اللي قبل شوية طلعت لكم اياها, قبل شوية هسه كنت حاط عليها او ذلنا هاي الكلام انه سبلين اوميجالي يجيك, ويجيك اول شيء هو عنده ليفر ديزيز, يجيك ويا سبلين اوميجالي فاريس يلا يجيك ويا سوالف هاي. سنشوفها على كيس, سيذا القي كيس بورتال هايبرتنشن قلنا ليه. زين يجيك هسه الفاريس يلا هيمورج, هاي الكيس مهمة لحد الان عندنا سيروسز بشكل عام ليفر سيروسز, ما يجي ليفر سيروسز هو كليفر سيروسز, لا يجي كالفاريسيال هيموريد. شنو الفاريسيال هيموريد؟
العفو هيمارج هو ابر جي اي تي بليدنج والكيس بيها هيستوري اوف ليفر ديزيز. اوكي هي هاي الفاريسيل هيمارج. واحد عنده يجيك بليدنج ويا هيستوري اوف ليفر ديزيز، تمام. نكمل شنو ممكن كذلك يجي الاسايتس، يعني بس يجيك ممكن واحد عنده ليفر ديزيز وديفلوبمنت اوف اكيوت ابدومين، يعني يجيك هاي المال سبونتينيوس بكتيريا بيرتونايتس اي تي جي كيس. شلون تيجي برزنتيشن مالتها؟ ليفر ديزيز سيمتوم اوف ليفر ديزيز ذا نيتشس زائدا ابدومينال بين ريباوند تندرنس ابسنت اوف بول فيفر. اي انت مش بت فيفر وابدومينال بين وهو عنده هيباتايتس او سيروسيس العفو او فيتشر اوف ليفر ديزيز ان هاي سبونتينيوس بكتيريال بيريتونايتس، يعني الهاي ييلد سيمتوم مالتها اللي هي سيمتوم اوف انفكشن زائدا ليفر ديزيز. هيباتيك انسيفالوباثي واحد عنده ليفر ديزيز او فيتشر اوف ليفر ديزيز او اصلا مشخص ليفر ديزيز، تمام، وياها صار عنده اوتو نيورولوجيك سيمتوم اللي هي هاي عوف القريدات بس ديفلوبمنت اوف هاي الكلينيكال فيتشر مالتها بول كونستريشن سلورد سبيتش تخربطت النوبه مالته دراوسي بيهيفيرال تشينج كونفيوجن. فهاي وايضا كذلك ممكن يعطيك البريديسبوزنج فاكتور او يريدها، يقول لك هذا البيشنت عنده ليفر ديزيز وصار كونستيبيشن او صار هايبو، قسنا له السيرم بوتاسيوم صار هايبو كاليميا او صارت عنده ريسنتلي انفكشن وراها صار ديتيريوريتد بالليفل كونشياس والسوالف هاي اللي قلناها بهذا الجدول. فهاي شنو الدايجنوزز مالتها اللي هي هيباتيك انسيفالوباثي. بعد شنو خلصت بهاي المحاضرة اهم شي فاريسيل هيموريج هيباتيك انسيفالوباثي وسبونتينيوس بكتيريا بريتونايتس كلهن وياها الليفر ديزيز بس واحد وياه هيموريج واحد ويا فيفر وليوكوسايتوسيس وواحد ويا سي ان اس مانيفيستيشن. وهاي ممكن يطلب لنا ال بريدسبوزنج فاكتور كمطلب. انفلاماتوري بول ديزيز يعني صراحة هي مو حيل مهمة ككيس لأنه هي شو اسمه جراحة ما لها علاقة الباطنية أغلب جراحة. فإذا جتي فرضا واحد بالألف عندنا مثلا الكرونز الكرونز راح يجيك لازم يعطيك الفيشر مالته، يعني انت ما تقدر تعتمد على تشخيصه من الساينس سيمتوم، لازم يعطيك انفستيجيشن فايندينج، يعني مثلا سوى اندوسكوب وشاف مثلا قبل ستون ابييرانس وشاف سكيب ليجن، تمام، وفولفت مثلا تيرمينال اليوم او رايت سايد اوف كولون، تمام، هاي سكيب ليجن شفنا بالاندوسكوب. وكذلك ممكن يقول لك مايكروسكوبيكلي شفنا شو اسمه لمفود اجريجيشن، تمام، السوالف هاي الفيتشر يعني بلودي دياريا مثلا يقول لك بيشنت بريزنت وذ بلودي دياريا فور كذا كذا هالقد وكيد، يقول لك سوينا له اندوسكوب شفنا سكيب ليجن وشفنا انفولفمنت رايت رايت اليوم قبل ستون ابييرانس السوالف هاي حتى تعرف انه يا دوب يلا الشخص ال شو اسمه الساتف كلاي اس العفو اني خبطت واحدة على الثانية سكيب ليجن وقبل ستون ابييرانس هاي كرونز، تمام،
ممكن يجي وياها دياري، ممكن يجي كونستبيشن، بس الكرونز ده عادة يجي وياه كونستبيشن لأن شوية الليجن أكبر. بينما الأساتيف كولايتس لا، الأساتيف كولايتس يجي وياها بلاد دياري وكونتينيوس ليجن، ويقول لك مثلا مايكروسكوبيكالي إنه انفولفمنت فقط الميوكوزا وسب الميوكوزا هيك شي. تمام، هي الفيتشر مالتها الكرونز بين دياريا وكونستيبيشن. ممكن يسوي ويت لوز، بس صراحة بينات نعمتي جي هاي ما احسها هي المهمة. المهم على اذا اجتي لازم يجيك وياها الفيتشر مالتها، الاساتف كولايتس يجي وياها بلاد دياريا continuous lesion من الفايندينج ماكو سكيب، ميوكوزا وسب ميوكوزا. تمام، و involvement فقط ال شو اسمه الكولون حسب ما اتذكر، بينما الكرونز لا سكيب كل الجي اي تي وكل الليار وش اسمه، ممكن يشيك وياها دياريا او constipation على الاغلب. تمام، وممكن يجي كذلك وياها الكومبليكيشن، يقول لك البيشنت كذلك عنده اوتو اميون هيباتايتس ساركويدو، يعني مو مهم بس ميتابوليك بون ديزيز ممكن يجي، بس اهم شيء هو الاوتو اميون هيباتايتس الان ريليتد. انه الاكتيف يقول لك البيشنت عنده ماوث السر ليفر فاتي ليفر ديزيز ويا كونجكتيفايتس هيك شغلات. حاولوا تطلعون كيسات من الكتاب تشوفون، طبعا مو كل الكتاب مطلوب، الكيسات هواي بها صعبة، بس شوف كيس تيبيكال يعني من بين هذيك ما حد يخطأ بيها الكتاب، بس عرفوا من الكيسات لا تحرروا من الامسكيوات. الامسكيوات يعني مو مال من محاضراتنا، الامسكيوات تجينا من المحاضرات. زين، السيليك ديزيز ايضا مهم كيس، هاي اكثر شي بالاطفال صراحة يجي. فشنو اللي يجيك الكلينيكال فيتشر مالته؟ دياريا يجيك، يعني دياريا سياتورية خصوصا. تمام، ابدومينال ديستنشن، ويت لوز، ديلي بالجروث بالطفل، يعني يجيك ويا جي اي تي سيمتوم ريليتد تو جي اي تي يعني تراك، يعني لا ليفر ولا بنكرياس، سياتورية، ابدومينال ديستنشن، ويت لوز، يجيك ويا يعني تايرد، ايرون ديفيشنسي، انيميا، فوليت، ايرون ديفيشنسي اكثر شي. تمام، اوستيو اي هي شنان سبيسيفيك فيتشر، يعني راح اذبك بعدين اذا ركزت على الاستيوبروسيس، استيوماليجيا، اسوشيتد وذ اوتوميون، واحد عنده سياتورية ويت لوز ذن الفيتشر، وذا اوتو اميون ديزيز اللي درماتايت سيربيتي فورم تايب 1 دايابيتيز اوتو اميون ثايرويد. تمام، وضروري ينطيك وياها فايندينج بالش اسمه فايندينج بال انفستيجيشن، يعني ما راح تعرف لازم ينطيك وياها، يقول لك يا اما سوينا ديودينال او جوجينال بايوبسي وطلع لنا بارشال بلوتينج اور توتال بلوتينج فلاتينج اوف اللاي، او يقول لك هو البيشنت عنده بوزيتيف انتي اندوميزيال انتي بودي او سيرم انتي جلايدين. تمام، اذن ضروري، اذا ما انطق اذن انت راح اتي، لانه هاي السيمتوم نون سبيسيفيك مال سياتوريا ابدومينال ديستنشن ويت لوس، كذلك يحدك من تصير مشاكل بالبنكرياس تصير هيجي، فذنه راح يجن يعني تربط انه جي اي تي، بس لازم يجي وياك الشغله الاولى انه عنده ذنه الاوتو اميون سمت اوتو اميون ديزيز اذر اوتو اميون ديزيز خصوصا الثايرويد والدي ام، وكذلك عنده يا اما ديودينال او جوجينال بايوبسي فايندينج او انتي بادي. يلا تقدر يعني تشخص وانت مرتاح، يعني تعرف تحلف عليها هاي سيليك. تمام، بالنسبة لمحاضرة الابر جي اي تي بليدنج،
ما يعني ما تجيك، هو واحد عنده ابرجياتي بليدنج. اكثر شيء تجي الفاريسيال اللي هو فيتشر اوف ليفر ديزيز زائدا ابرجياتي بليدنج، فالدياجنوز مالته فاريسيال هيموريج. ممكن يجي الفاريسيال، مهم صراحة. هنا ده تقريبا كل الكيسات. الببتيك ألسر مو حيل مهم، يعني هو اصلا الهيستوري بور فيري بور جايد للدايجنوزز. لازم الا تسوي سيريولوجي يعني وتطلع لك اتش بايلوري بوزيتيف. يلا يعني السيمتوم مالته هو ابدومينال بين، يعني ابي جاستريك بين، ممكن اسوشيتد وذ فود، ممكن لا حسب التايب مالته جاستريك او الديودينال. تمام، ممكن البيشنت ياخذ نون ستيرويد. والبيشنت مثلا عنده كرونيك بين ياخذ نون ستيرويد، تمام، وبعد فترة صار عنده ابدومينال بين او بيجاستريك بين، اوكي يعني نون ستيرويد سوت انه بيفتك ألسر. تمام، بيفتك ألسر تقريبا او سموكينج هو. وممكن يعطيك سيريولوجي بوزيتيف للش اسمه بوزيتيف لل اتش بايلوري. تمام، هاي الكلينيكال فيتشر. طبعا هي بور يعني حيل بور. دايجنوستيك فاليو اوف انديفيدوال سيمتوم فور بيبتيك اسر از بور، يعني بحيل ضعيفة. لازم عندك انفستيجيشن كاندوسكوب او عندك ذن ال بايلوريك اتش بايلوري فايندينج بال انتيجين مثلا او بوزيتيف يوريا بريث تيست او هيك شيء. تمام، وهي عادة يعني قليل تيجي صراحة، مع العلم هي باطنية، هو هذا كلام باطنية بس شو ما حسيتهم يهتمون بيها حيل. المهم يعني جاء الكيسات مال جي اي تي، خلينا نشوف لنا صفحة فارغة حتى نحكي بيها. كيسات مال جي اي تي، اول شي عندك الاكاليجيا حيل مهم كايسوفيجاس، اوكي جر مهم بس اهم شي الاكاليجيا. ثاني شغلة عندك الاوتو اميون هيباتايتس، وكذلك عندك الليفر سيروسيس يسوي هيباتيك انسيفالوباثي ويسوي سبونتينيوس بكتيريال بريتونايتس ويسوي فاريسيال هيموريج. تمام، هاي الثانية. ثالثة البنكرياتايتس مهمة. الرابعة بعد ايش عندنا؟ هن ذلنا تقريبا اهم تقدر تقول خمس كيسات بالريليتد تو جي اي تي. طبعا انا شرحت كل المحاضرات المهمة، والسيليك ايضا ربما تجي خصوصا اذا يعني الايج مالت عادة بالاطفال. تمام، هذا اغلب كيسات الجي اي تي. بالنسبة للكتاب اللي طلعت منه كم كيس، طبعا دورت بيها كيسات غير هاي ما بيها، بس يعني ذن ريليتد تو المواضيع، يمكن طفرت كم واحدة ما ادري، فراح اخليكم اياها بالقناة، اللي يحب يطلع عليه خليه يشوفه. يلا السلام عليكم، اشوفكم ان شاء الله بغير فيديو.